والله زي ما قلت لك ما نقدرش يعني نوصف الصراحة الاستقبال الكبير اللي استقبلوني اليوم. نشكرهم هلبة الصراحة، استقبال كبير، دعم كبير، إن شاء الله نردوا لهم إن شاء الله في الـ في الـ في الانتصارات وفي البطولات إن شاء الله، ونكونوا قد المسؤولية إن شاء الله بإذن الله، ونكونوا السنة دي أفضل من السنة اللي فاتت بإذن الله، ونجيبوا البطولات بإذن الله إن شاء الله. كيف كان التعامل مع غاريدو المدرب؟ والله كوتش غاريدو غني على التعريف، زي ما شفت يعني الحمد لله اليوم كانت المباراة يعني مفتوحة، هاجمنا سجلنا أهداف إن شاء الله بإذن الله. الكوتش ندعموه ويدعمنا إن شاء الله باش زي ما قلت لك نكونوا قد المسؤولية العام هذا، باش نوصلوا لل يعني لأبعد حدود إن شاء الله في كل البطولات إن شاء الله، وندوا الشامبيونز ليج وندوا البطولة وندوا كل شيء إن شاء الله، لأن الوداد متعود على ديما الترتيب الأول ومتعود على كل شيء. مازال لنا مباراة جاية إن شاء الله نهار الجمعة، حتى هي عندنا ثلاثة نقاط مهمة باش ان شاء الله نكونوا حتى هي في الترتيب الاول باذن الله ان شاء الله. الجماهير الوداديه شنو تقدر مؤيد لها في البارح الصباح؟ ساعتكش الجماهير الوداديه شنو تقدر مؤيد لها في البارح؟ زي ما قلت لك والله يعني دعم كبير الصراحه، ان شاء الله ردوا لهم حتى شويه دعم كبير واستقبال كبير، فرحني هلبا الصراحه، ان شاء الله ردوا لهم يعني حتى منا شويه ان شاء الله في الميدان، ونكون نقدم الاضافه اللي كانت واحسن ان شاء الله باذن الله. شكرا.